هو شرير قدام الشاشة لكنه عاشق مخلص في الحياة، هو الفنان صلاح الدين أحمد درويش وشهرته صلاح نظمي. أحياناً ملامحنا ممكن تظلمنا وتدي انطباع إننا أشرار، ويمكن ده اللي حصل مع الفنان صلاح نظمي، وبناء عليه كل المخرجين حصروه في أدوار الشر ودور الشاب أبو دم تقيل، لدرجة إن عبد الحليم حافظ في أحد البرامج الإذاعية لما سئل من هو أثقل ظل ممثل، فكانت الإجابة صلاح نظمي، لنفاجأ في الحقيقة برقة مشاعره وحبه الوافر. صلاح نظمي قابل صدفة فتاة أرمانية عجبته، حب يلفت انتباهها فصدته، فبدأ ياخد الخطوات الجادة وراح طلب إيديها من أخوها، وبالفعل اتجوزه بعد ما أشهرت إسلامها وسمت نفسها رقية سنة 1950. وكان ثمرة الحب بينهم هو ابنهم الوحيد حسين. حب صلاح لرقية بدأ بنظرة لكنه زاد أضعاف بعد الجواز، لكن بعد مرور 11 سنة من جوازهم أمر القدر مركب الأحبة تمشي عكس رياح السكينة والإطمئنان، فتصاب رقية بمرض صعب خلاها قعيدة فقد القدرة تماما على الحركة. ما كانش قدام صلاح أي اختيار غير أنه يفضل جنبها ويساندها وما يتخلاش عنها، لأنه مأمور بسلطان الهوى. مش بس كده، ده كان بيدور على الأدوار والأعمال السينمائية علشان أول ما ياخد أجره يجري يجيب لها كل الأدوية اللي هي محتاجاها. وطبعا لوجع قلبها وطول مرضها طلبت رقية من صلاح أنه يتجوز غيرها ويعيش شبابه، لكنه رفض بشدة وقال لها عمري ما هتجوز غيرك يا رقية حتى لو كنت عظم في أف. وفضل معاها بكل إخلاص وتفاني طول سنين مرضها 30 سنة، لحد ما ماتت رقية سنة 1990، وبموتها كأنه فقد روحه وفقد معاها طعم الحياة. وقع صلاح في بير غويط من الاكتئاب، تعب، وبعد مرور شهر من دخوله العناية المركزة توفى صلاح نظمي سنة 1991. يعني بعد مرور سنة من الوجع والألم والمعاناة من وفاة زوجته رقية. دايما بنسمع أن الجواز من فنان هو مشروع مؤجل بالانفصال، وأن المجال ده لا يضمن كامل الأمان، إلا أن صلاح نظمي أثبت قمة الوفاء والإخلاص لزوجته مش بس في حياتها، لأ ده كمان ما قدرش يعيش وهي مش موجودة علشان يأكد لنا أن الحكم بالشكل وبالمظاهر غلط، وأن الحب هو ما وقر في القلب وأثبتته الأفعال. يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، سبع سنين في العطارين أنت حتيجي يا مصطفى.